منتخب 2007 ظهر لي منتخب بطولة العالم 2007 منتخب الكادير ظهر لي وقتها العبيد عارف بلال عيف وظهر لي تبدلت برشا حاجات من وقتها. صحيح والله كان وقتها قعدنا نحضروا معناتها في الكاس افريقيا وكاس العالم معناها عندنا جمعية وقتها باهية فيها برشا جوارات تلهاو فينا وقتها في بورصدرية كانت عندنا جمعية باهية عند سي ماهر الكنزاري معناتها تلهاو بينا عملنا جمعية باهية على الضاع بين الجيل هذاك توقعنا وقتها عملتوا دي بيرفورمانس كبيرة برشا في المونديال توقعنا ملاعبية باش يكملوا ممكن كان يوسف المساكني وانت يمكن كملتوا هكا ونرجعوا على الحضرية شوية اما ما عملوش اللي كنا نستناو فيه معناها. صحيح والله الظروف معناتها ما زادتش وقفت من بعد كوب دي موند كل واحد معناتها اللي صحح صحح واللي ما صحح ما عملولوش كونترا ضاع واللي عملوا كونترا معناتها تلهاو بهم شويه من بعد سايبوهم. صحيح الجيل هذاك معناتها جيل كان فيه برشا جواريات اما قعدوا منهم ثلاثه ولا اربع جواريات. اكثر واحد موهوب كان نور حضري اكثر من يوسف مساكني اكثر علاش ما كملش نور؟ نور ما عندوش الحقيقة كل واحد ياخذ حقه. نعرف صاحبك برشا هو. اي صاحبي برشا نور. نور ما عندوش زهر في الكورة كيما نقولوا ميشيل بنزر تعمل عام باهي حبت عليه كيب من سويسرا ما حبش يسيب وقت البريزيدون تاع بنزر وصارت المشكلة ما بين بنزر والكلوب عليه وقتها في الرجوع. هو حب يخرج وقتها وبعد قعد ضيع شوية معناها ما عديش عام باهي كيما يلزم مشى رومانيا في رومانيا صحح بعد جمعة طلع قانون جديد نتاع 10 ماتشات انترناسيونال 10 ماتشات العام الاخر ما نعرفش حاجة هكا. المهم طلع قانون جديد في في في, في رومانيا هكا مسكين روح لتونس عمل شوا مشى لمرسى ما مشاتش معاه اما نور كان نتفكر برشا شباب رونالدينو كانوا قبل ملاعب ياسر الوحيد اللي كان يلعب باليمين واليسار و غير يمشي تلقاها الكره قدامك وكهو لمسكني بعد فات الناس الكل كان نجم يعمل كلام اخير يوسف اي يوسف تبارك الله معناتها جوار كبير ياسر بون هو اختار معناها باش يمشي لقطر كان مشى معناتها لجمعيه اخرى في الاوروب ولا واحد ينجم يعمل ما خير اللي يعمل فيه تو